يا هلا ويا مرحبتين، مساكم الله بالخير والنور والسعادة. توني راجع من المهرجان من دبي، ويوم جيت ابوي قدامي قال انا غنية واحب الهدية ولوطا استنخلية. وبعد شو قال؟ قام من ما من 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 خلف من خلف ما مات. الله يرحمك يا ابو خالد راشد المطروشي، الله يرحمك يا ام خالد زينه بتيمعه مرته ام خالد هالدبي. نعم هذا كل سنه، كل سنه كل رمضان قبل رمضان هاي العاده من حياه المرحومه رحمه الله عليك زينه، رحمه الله عليك زينه ترحموا عليها وعلى عمي راشد ابو خالد رحمه الله عليه مزرو المطروشي. هذا كل سنه قبل رمضان هذا عاد ماتت رحمه الله عليها الزينه. والله الغايه من العيال، من عيالها من بنات وعيال طول الله عمارهم بارك الله فيهم. هذا ابو استقاني وحبايبي هذا دبي، هذا دبي شوفوا ما ياكلون لكم عني رحمه الله عليك الزينه. نعم يوم يقولون من مات ما خلف طلع في ناس. ايش بقول عاد عن الناس؟ الناس اجناس، ما ممكن ناس ناس، الناس اجناس. هاي صداقتي وياهم وعلاقتي وياهم سنين ومنين ويحبوني بعد حب الابو والوالده. لو يعني قالوا يا الخالات ريحه امهاتي فيكم، يوم اللي يحب انت تحب يحبون من كان يحب امهم وابوهم. وانا رحمه الله على عمي ابو خالد والزينه الغالين عندي استمروا العيال ما قطعوني ما ودروني ولا غيروا عادة الأم، لا في عرس ولا في عزيمة ولا في وليمة. مثل ما كانت الزينة رحمة الله عليها موجودة، هذا اليوم العيال ماشي على خط مستريح. لا خلا ولا عدم منكم، الله يطول عماركم. شوفتكم زبيبة زبيبة ما شبع طيب الخاطر، يوم بيك شيم عند الغالين غير. الله المستعان. لازم متابعين مشاهدين غالين. الله الله شوفوا يا ابو خالد، شوفوا العدل، شوفوا العدل، شوفوا العدل. ابو الله يرحمكم دوم مدلعين مدلعين دلع حياة الام والابو رحمة الله عليهم. شو بقول؟ سد الله أنكم إن شاء الله من الجنة يا رب العالمين في هذا الشهر القريب في هالأيام المبروكة. نعم الله يا سعى منزلهم ويكرم مدخلهم يا رب العالمين. نور ودمنا هنا الصندوق وها الصندوق. لازم متابعين الغالين ما هو علي لازم اراويكم، ما اخلي اعطيكم شيء. هي تعالوا تعالوا نبطلها بعد. احسنتوا ما قصرتوا الله يطول اعماركم يبارك في حياتكم. هذا الورد هاي الورد انتوا والورد بنيابكم ورباكم. بسم الله الرحمن الرحيم بنبتدي يعني. اللهم شوف الدلع، اقول لكم دلعوني دلع ما عقبه دلع، يدلعوني دلع ما عقبه دلع. دلع المطاريش هذا بعد دبي ما بلعبه. يا دلع يا دلع دلع بين الحلوين اطلع يا دلع دلع. ابوي طالع
ايه يا ابوي، قام نتابع السعد يسعد. الزعفران دهن العود، العود المسك لا خلا ولا عدم منكم. ما بشيء جديد بعد هذا. اسمي يا لوكيشن متعطر في هلا في رمضان. نعم لما اصلي التراويح الله يعطركم الجنه يا رب ونعايمها. وابوي وابوي رحمة الله عليك الزين ورحمة الله عليك يا ابو خالد يا اخي. كما غنيت ها؟ مال بلاش كثر ولده. لا ما مال غالين، هذا مال غالين، هذا مال بلاش، هذا مال محبة. يا نو. نعم محمد. قبل ما نعم يا رب. عسى الله يعطي زبوركم يا رب البيت الحرام. نعم رحمة الله عليهم. ما بربع تول بيطرش هنا. السمينة تنقز، السمينة تنقز، والهزيل ترك. السمينة تعرف شو السمينة؟ تنقز تحلف في الشريشة. نعم. ولا في اللوزة. السمينة نقزت ولا الهزيل ركت. هذا ربع تول ندوك استوى ابوي. هذا عادي يا رب. غير عكسة عكسة شيل هذا اول شيء. استعان استعان. دوس رحمة الله عليك الزينة. خلفتي لبنات الا شراج. نعم رحمة الله عليك. ويا دلع ودلع أجمل حبيب ملك الناس. اسم مني بتدخن وتعطر. حنان ها حنان سوف فحم. كم بتعطر مع عقب وعود. صور بعد ما خلص ها كله ماركات. ماركات ماركات ما بلعبي مطاريش يا هدبي. كارتير. شو تعرف انت؟ قلت لك انا السمينه تنقز. الله اللي ابا عطريه. نعم هذا اللي ادوره سبحان الله. هاي حلمتي ما طاحت بحر. انا حلمان والله العظيم. يا حلمتي ما طاحت بحر. نعم شو بيستوي اليوم؟ شو بحصل اليوم؟ شو بيني اليوم؟ سبحان الله تعالى. ومن العصر اول ولا شو بحلمان؟ شو العلم؟ اشوف عقب ما يد من صلاه هذا عقب ما صليت نوح. نعم الفير رقد. واني احلم هيك الحلم حلمت حلم يعني صل. وهاي نتيجة الحلم. نعم هاي نتيجة الحلم. هذا كل بقاء بخور وعطور وعود. يا وعود إلى يوم العود. عسى الله يبخر إن شاء الله قبرك الزينة. ماركة ماركة ولا عالم يا أبو دلع. ماركة من حري ماركة. عسى الله يا رب البيت الحرام من سامعني يقول امين يطيبكم رياح الجنه يا ابو خالد ويا ام خالد. اسمك الله يا نوح انت اسم شاكر. نعم هذا الارامس. ايه هذا دوره. الله الله يا من سنين
يوم حياة حبة عائشة رحمة الله عليها. يلا يلا يلا. أوه. والله تعرف مزاجي. الله يطول عمركم. ومتابعيني وأدخنكم. أدخنكم. نعم. عود. دلع دلع يعجبني قبل لا ارقد اتعطر من اول. انزين نوح. نعم محمد. وخالد. نعم. انا بعطيك لغز. نعم. وان حليت اللغز بعطيك قرشة عطر. وانا ما حليته اسمح لي طالعني بطرف عينك. المهم هذا المدخل اول مدخل ربعي اصدقائي وين ما يتابعوني. نعم. دخلكم الله بطيب الجنه ان شاء الله. قولوا امين. يا نوح. نعم. هذا العود. نعم. واذا حليت الاجابه لك عطر واذا ما حليت شوف وحرق يوف. فاهم ايش قايل؟ نعم. شوف حرق يوف. وحرق يوف طيبين لي انا هذا. نعم. بيت المطروشي من دبي من الطوار رقم 3 طول الله اعمارهم وبارك الله في حياتهم. يقول هذا شو مدخن فيه؟ مدخن عود. عود وبعد العود افهم بعد العود ماشي قعود يوم تدري شنو ايش حق طالع بعينك بعد العود يا ربي شفتوا الاسقر شفتوا الاشياء الجرس الجرس خليني حنان نعم. تعال حنان نعم. عشان عقلنا منك عني بعد بدينا شوف هذا الكبت ايوه شوف هناك دمبوك دمبوك فوق ها شوف هناك مطال ولا مطال اذا مطال بكرسي ان شاء الله كرسي احنا رمضان جاي نعم حرام ان ما حد شافه غيري اي قال الهدية تهدى ما سمعت مثل نوح شو قال الهدية تهدى ولا تباع نعم. ولا تقدر ثمن أعلم تدري نعم. يعني الحكي ليش وسمع يا جارة هي أنا أوضح يعني لا لا صراحة قسم بالله الهدية تهدى تعال فوق يلا هذا خب الله انا في طبيعي الاول ما بنحي نوح نعم ما استويت ما اعرف احافظ على الهديه ما اعرف حنان نعم جيب كرسي والكرسي حط هذا فوق هناك الحين عطرت وهابا خلي عندي الحين وهابا عطر به فراشي والبجاي ابوي ضمه احسنتوا وما قصرتوا وطول الله اعماركم الغالين طيب الله وجهكم عسى الله عمركم ان شاء الله طويل الله يرهي عليكم الله يفتح عليكم الله يزيد خيركم الله يغفر لي ابوكم وامكم ويخلي ان شاء الله عيالكم هذا شيء جديد وللسان يعز من الشكر يا عيال مطروشي من دبي دار الحي إيه. الله يبارك في حياتكم طول اعماركم ان شاء الله وصلت والفال بعد وصلت ها. ها. يا ربي يا نعم نعم نعم, نعم.
حنان تعال تعال شيل هذا حطه هون ويلا. وهذه الهدية غنى غنية واحب الهدية ولو طاس تنخ شفت الكراتين المطاريش دبي طوار رحمة الله عيش يا عمة الزينة مخالد الله الدنيا وعمي راشد.